وعلى خلاف ذلك ان احنا عاوزين نوضح برضو للناس والمشاهدين ان احنا النهارده مش بنتكلم على عقود الزواج من الاجانب ان احنا بنشجع ده، لا احنا ما بنشجعش ده من الاساس. طبعا. احنا بنحاول نوصل الاجراء مظبوط فقط، ما بتكلمش على فكره تتجوز اجنبيه او بقول لك روح اتجوز اجنبيه لا خالص. هو ده مش دورنا خالص، لان انا شايف ان الموضوع ده مش افضل حاجه ان احنا نتكلم فيها او ان احنا نشجع بالظبط على الموضوع ده، لان طبعا بالزبط. انت فاهم ان في ناس اخذ الموضوع بيزنس، ده كتير او ده كتير. علاقه الزواج هتكون بيزنس، انا هتجوز واحده اجنبيه علشان بس تعمل لي ورق. انا ضد خليني الكلام خليني ده برضو اوضح لحضرتك، واسف لمقاطعه حضرتك، ان في بعض كتير قوي من الشباب عندهم حلم ان هو يطلع ويعدي السور. خليني اقول لك ان ده غلط، انت بلدك محتاجه لك. كتير شباب كتير قوي مش واخده بالها ان هي لها دور مجتمعي. في لا في شباب كتير بيبقى عندها هدف ان انا لازم اتجوز اجنبيه واحاول اطلع عشان اسافر بس، عشان اسافر بس واحقق لنفسي بالظبط ان انا مفيش اي نوع من انواع الحب او الموده او الرحمه او 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 او, أو تحت بند ان انا بروح علشان اعمل ورق. هو مش باصص يعني لاي امور تبعيه للعلاقه الزوجيه، مفيش. انت بتكون فاميلي، انت لازم، انت النهارده بتعمل ستيبل ان فاميلي، لازم ان انا بكون اسره. هي النهارده متجوزاك علشان انت راجل المفروض زوج، هو ما بيبصش لدي، هو رايح يعمل ورق وبعد ذلك افكر في الانفصال، فكر في الانفصال. وده شيء عايز اقول لك، خليني اوضح لك برضو كتير قوي يا استاذ احمد، ان انت لما بتبقى انت بره وبتشوف نماذج زي كده حقيقه انا بزعل، طبعا بزعل جدا، لان الشباب فاكره ان الموضوع ان انا ممكن اروح واطلق واتجوز واحده تانية واطلق واتجوز واحده ثالثه وبعدين يبدا يحصل خلافات وبعدين يبدا يحصل لي بلوك داخل الدوله. في منهم ما يكونش لسه اخذ جنسيات، وفي منهم بيكون معاهم الاقامات وبيبدا يخش في منازعات كتير جدا قضائيه. فخليني اقول لك ان احنا الصوره العامه من الشباب اللي بيكون عندهم الفكر ده من اصعب المشاكل اللي بتقابله المشاكل اللي لها علاقه بالابناء. برضو ده شيء جوهري جدا. طبعا. جوهري جدا، ان في بعض الدول بتشترط على حضرتك الحصول على الجنسيه يكون عندك ابناء. فهو النهارده لو هو انجب صغير ومعاه مامته بره، في اوروبا في كتير قوي فكره السنجل مام. النهارده هو ابنه مقيد مش باسمه، بعد الخلافات وبعد الديفورس بعد الطلاق والكلام ده بيبقى النهارده الفكره كلها راجعه للام. طيب يعمل هي ايه؟ بتتولى كل هي شيء، بتتولى كل شيء وقدام الدوله هي اللي تعتبر بالظبط كل حاجه في ايديها. ده حقيقي، ده حقيقي. يبدا بعد كده يدخل في مهاترات كبيره جدا، ان انا دلوقتي بقول ان انا عايز ابني. يبدا يحصل مشاكل، يبدا مش عارف يلاقي ابنه. فده الفكره اللي تسمعها دايما من العموم او من العامه، يقول لك انت بتتجوز اجنبيه ممكن في اي وقت تاخد ابنها وتطلع بره. فعلا لازم تبقى انت فاهم كويس قوي اللي بتفكر تتجوز من اجنبيه، ان الامور ما هواش بتمشي زي ما انت فاكر. عشان تتجوز اجنبيه لازم انت واعي جدا ثقافتها وطريقه التعامل بتاعتها، وتبقى انت فاكر ثقافه المجتمع او اللي هي جايه لك من المكان، سواء امريكيه سواء كنديه سواء روسيه سواء من ايا كان، الخلفيه الثقافيه، الخلفيه الثقافيه بتاعتها لازم انت فاهم انت جاي تعمل ايه. انا مش هتجوز وخلاص. ولازم نغير الفكره دي. تعرف اسوأ الامور اللي تتعلق بالامر ده ايه؟ تلاقي مثلا صفحات خاصه بشباب على تيك توك او على يوتيوب طلعوا لمجرد بس ان هم عدوا السور زي ما انت بتقول، لمجرد ان هم سافروا ده حقيقي وراحوا اتجوزوا هناك جوازه مصلحه فقط غير، يبدا يدعي الناس يا جماعه اتجوزوا اجانب، يا جماعه اعملوا، يا جماعه سووا. تعرف يا صالح انا لما رحت امريكا لقيت طبعا تفاهم ان الوضع في امريكا يمكن شبيه شويه لاوروبا فيما يتعلق بزواج الاجانب. مزبوط. ان انت بتتجوز علشان خاطر تعمل ورق مزبوط. وعشان تقعد بشكل رسمي. مظبوط. اقسم لك بالله كنت بشوف هناك الشباب حرفيا مذلولين. خليني بقى ارجع للموضوع بتاعنا نتكلم تاني. لما انت قلت لي الفكره بتاعت الزوجه الاجنبيه بالزبط. لو انت هناك متواجد هناك وايه اللي بيحصل؟ والله لو حصل خلاف بينك وبين زوجتك الامريكيه ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بالنسبه لي انا عارف، بس قول انت. أي؟ انا عارف خلينا شفت خلينا هناك. خلينا اقول لك ايه اللي ممكن يحصل. حقيقي هي ممكن تاخد منك ابنائك فعلا، حقيقي ممكن تاخد نص ترحلك، تاخد نص ثروتك وترحلك، حقيقي ممكن تبلكك من الدوله فعلا. يعني ترحلك وترجعك بلدك. ده لو انت ما انتش حامل الجواز الامريكي. في مشاكل كتير جدا، فاحنا حلقتنا دي عايزها تدور وتبقى شغاله بفكره ان انت لازم تبقى انت فاهم كويس ان احنا ما بنشجعش فكره الزواج من لا ما فيش تشجيع، هو بس ما هو الا مساعده للناس اللي عندها بالفعل علاقه حقيقيه بالظبط، خطوبه مثلا مع زوجه بالزبط. او مع بالزبط. او مع شخصيه اجنبيه او جنسيه اجنبيه وخلاص هم عايزين يبداوا اجراءات التوثيق.